تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقة الشوط الختام وختامها مسك بهذا التحدي وختام المشتركات القعدان. مسافتنا هي 1500 متر. المقدمة وصدارة مهاجر وعبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيض. من يقدم مهاجر بهذا التحدي؟ ثاني الاسماء وصل شاهين عبد الرحمن بن جابر بن جمعان المري. وثالث الاسماء وصل شاهين سعد بن سعيد المري. من يقدم شاهين بأداء جميل وتحدي ممتاز. وثالث الأسماء وصل الغزال ومحمد بن فالح بن حباب الهاجري راعي جلمود اللي فاز بأحد الأشواط المتميزة. ولكن وصل الله شاهين وغانم من جاسم بن ربيعة الكواري. من يقدم أداء جميل وتحدي ممتاز وانطلاقة صاروخية ولكن دخول مباشرة ما شاء الله شعار جميل. ابو نجمه هنالك يحمل تحدي كبير ووصل الغزال ومحمد بن فالح بن احباب الهاجري. ولكن لنا عوده الى المقدمه والى الصداره. الصداره وين؟ ما شاء الله ما شاء الله. مهاجر عبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيد. ولكن وصل الله شاهين سعد بن سعيد المري. من يقدم شاهين باداء جميل وتحدي سريع وانطلاقه جميل. ولكن خلاص كمل هنالك شاهين شاه مهاجر مهاجر وهاجر بر الامان. ولكن ارصد لي يا مصورنا وصل الله شاهين وعبد الرحمن بن جابر بن جمعان بن جمعان ومادة الزعفران الامتار الاخيرة والمجنونة والغتلة. روح عبد الرحمن بن جابر بن جمعان الامتار المجنونة والحسمة. من هو حسمة؟ بن جمعان. سلام شاهين سلام. تهانينا وخدت النهاية. يرحب بشاهين عبد الرحمن بن جابر بن جمعان. ثاني الأسماء وصل شاهين سعد بن سعيد المري. ثالث الأسماء وصل هنالك مهاجر عبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيض. التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين لخط النهاية 2:13:36 جزء. سلام يا عبد الرحمن بن جابر بن جمعان لحصوله على الشوط ختام وختام المشتركات. أيضا شاهين عبد الرحمن بن جابر بن جمعان المري.